دكتورة، أسباب فشل أطفال الأنابيب، بما أننا في صدد الحديث عن الفشل المتكرر لهذا الإجراء والذي قد يقود البعض إلى اليأس والإحباط. الفشل عادة يكون هو عدم تجاوب الرحم نفسه، غشاء الرحم بتقبل الجنين، هذا الفشل الأول. الفشل الثاني أنه عدم تجاوب المبيض بالأدوية وتحفز المبايض لإخراج البيوض، وتطلع خصوصا بالعمر الكبير. نعم. تطلع، يجوز إحنا نسحب بيوض بس تطلع فارغة أو ما تلقح جيدا. والحل دكتورة في هذه الحالة؟ والفشل الثالث العفو. الحل في هذه الحالة عندما تكون البيوض ككيس فارغ، إحنا رح ننطي علاج ورح ننطي مكملات غذائية ونحاول نحسن صحتها وصحة والعلاج، بس يتبع أنه رح تستجيب أو لا، خصوصاً علي. بالنساء اللي هم فوق الأربعين. والأسباب الثانية دكتورة؟ الأسباب الثانية مثلاً الزوج يكون عنده عدد التشويهات بالحياة من عالي، همين هواية مرات يكون الأجنة غير صالحة. إذن الأسباب ممكن تكون متفاوتة ما بين الرجل والمرأة، والزوج والزوجة. والفحوصات أيضاً مطلوبة من الرجل. من الرجل عادة إحنا يعني الرجل فحوصاته أقل. نعم. مجرد نتأكد أنه توجد الحيامن وعددها جيد وشكلها جيد، بس حتى في حالة الزوج يكون الحيامن العدد عنده صفر، إحنا نعمل أنه مايكروسكوبيك عظيم سحب من الخصية للحيامن، وهواية مرات عندنا تطلع 5 أو 6 حيامن بس وممكن نلقح بها، وهذه جرت عندنا. إذن الأمل موجود دكتور. جرت عندنا مستشفى الوزيرية، عندنا واحد من الأزواج كان عنده 5 حيامن فقط وصار عنده أطفال 2. 5 حيامن من ضمن أعداد مهولة يفترض من أن تكون ملايين. أعداد مهولة صحيح. بما أنك تحدثت عن مستشفى الوزيرية، دعينا نتحدث عن هذه التجربة الرائدة في العراق، وهو أول مستشفى أهلي بجهود عراقية في المقام الأول دكتورة. نعم. لعمليات أطفال أنابيب والمساعدة على الإنجاب. نعم، هي المستشفى الوزيرية فتحت قسم أطفال الأنابيب من تقريباً 15 سنة. إحنا كنا أول مستشفى أهلي بالعراق يفتح أطفال الأنابيب، ولكنه على مدار السنوات لا زال يثبت بأنه الرائد في هذه الإجراءات للمساعدة على الإنجاب. الحمد لله والشكر، لأنه الكادر اللي عندنا كادر جيد جدا، والتحاليل عادة تكون تحاليل مضبوطة، وبعدين إحنا عندنا المركز مالنا بالاشتراك مع مركز بتشاتشي بتركيا اللي عظيم. هم يعدوا رابع مركز بالعالم، فعندنا بعض التكنيشنز او الاطباء يجوا من تركيا لأما فحص الاجهزه او فحص اكثر شيء هو المختبر. نعم. المختبر الامبريولوجي هو كلش مهم.